مشاهدينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ولكن هنبدأ معاكم دلوقتي من أهم الأخبار هو عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع لمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه جهود تيسير الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية، كمان مشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي. وجه الرئيس بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. وكمان تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي وموقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، وأكد رئيس الوزراء أن منطقة المثلث الذهبي بتعتبر منطقة بتحتوي على ثروات تعدينية كبيرة. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بتتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ لها وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه المدينة الترفيهية هي مشروع خاص بيتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، وأكد على إن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بتتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، وإن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة. امبارح وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وده من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقصير في محافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه. منها أيضا انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس في محافظة البحيرة، ومنها الموافقة على تنفيذ 246 مشروع إنتاج حيواني وداجني في محافظة الوادي الجديد، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها الإعلان عن رصف خمس طرق جديدة بتكلفة 11.5 مليون جنيه وده خلال شهر ديسمبر الحالي لتسهيل حركة السير وخفض الكثافة المرورية. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال باكيات سوق الناصرية بنطاق حي العمرية تاني، وده هيكون خلال جلسة يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري بقيمة التأمين المؤقت لكل باكية 500 جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه. في البحر الأحمر أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير اللي تم تنفيذه بتكلفة 350 مليون جنيه. في البحيرة تم إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس الابتدائي بنطاق المحافظة تحت شعار جيل بكرة يكبر بصحة.
في الشرقية، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة إنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 850 متر بترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية من إجمالي طول 1.7 كيلومتر بنسبة تنفيذ بلغت 50% وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه. في الوادي الجديد، أعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة الموافقة على تنفيذ 246 مشروع إنتاج حيواني وداجني بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني. في الغربية، شهد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بدء التشغيل التجريبي لوحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بقسم البطنة بمستشفى الجراحات الجديد بمجمع الكليات الطبية، وتم امبارح استقبال أول حالة داخل الوحدة. في بورسعيد، أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انطلاق مرحلة التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم، وده على مستوى جميع الإدارات التعليمية ومدارس المحافظة. في الدقهلية، تم انطلاق موسم الصيد لعام 2022-2023 بمزرعة المنزلة السمكية بمدينة المنزلة، ومن المقرر أن يستمر الموسم لحد نهاية شهر إبريل 2023. في الأليوبية، أعلنت مديرية القوى العاملة في المحافظة توفير 431 فرصة عمل في 6 شركات برواتب مجزية طبقاً للخبرات المطلوبة لبعض المهن. في أسوان، تم إطلاق قافلة طبية تضم 10 تخصصات مختلفة لخدمة أهالي النوبة بوادي كركر، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج مجاناً للأهالي.